الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم من مواليد قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، لأب بسيط كافح من أجل تربية 5 أبناء، وكان أحد العلامات البارزة في قريته بصعيد مصر لما تمتع به من حب الناس له. بدأ حياته الصحفية متنقلا بين العديد من الصحف قبل أن يستقر به المقام في صحيفة المصري اليوم، أول صحيفة مصرية مستقلة عام 2004 في بداية تأسيسها، وكان أفضل الصحفيين المسؤولين عن تغطية الشؤون السياسية والبرلمانية ليؤسس القسم السياسي والبرلماني في الجريدة ويترأسه عام 2005 قبل أن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة في 31 من يناير عام 2014 خلفا للكاتب الصحفي علي السيد قبل أن يقدم استقالته منها، ليتولى منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن عام 2015 حتى الآن بعد أن كان أحد المشاركين في تأسيسها عام 2012. وتميز مسلم بإجراء سلسلة من الحوارات السياسية والبرلمانية والانفرادات الصحفية التي أهلته للفوز بعدة جوائز في المقال والحوار من نقابة الصحفيين، إلى جانب جائزة الصحافة العربية التي تعد أكبر جوائز الصحافة في الوطن العربي. تولى محمود مسلم رئاسة تحرير شبكة تلفزيون الحياة التي أسهم في تأسيسها، كما تولى رئاسة قناة دي ام سي العامة منذ انطلاقتها عام 2017. وفي شهر ديسمبر عام 2019 قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكليف مسلم برئاسة شبكة دي ام سي خلفا لهشام سليمان. تعيين محمود مسلم رئيسا لشبكة دي ام سي جاء بعد توليه منصب مدير عام منظومة تطوير المحتوى بقنوات دي ام سي وسي بي سي وأون والحياة المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى إشرافه على السياسة التحريرية للمجموعة. وللكاتب الصحفي الكبير تجربتان في تقديم البرامج السياسية، الأولى برنامج منتهى السياسة على قناة المحور، ثم برنامج مصر تقرر على قناة الحياة عام 2012. كما حصل محمود مسلم على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في موضوع الإعلام السياسي من كلية الآداب جامعة الزقازيق عن دراسة بعنوان العوامل المؤثرة في تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي في مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017. وبعد أدائه الإعلامي الراقي وكتاباته التي تحمل هموم الوطن والمواطن، كان محمود مسلم ضمن رموز العمل الإعلامي والصحفي الذين تم تعيينهم بمجلس الشيوخ، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.